حققنا بعد وقفات عديدة ومطالبنا واضحة. أصبحنا بدون إدارة منذ 9 أشهر، والإدارة تدار عن بعد عن طريق الدكتورة إيلان من المحافظة. فمطلبنا الوحيد وجود الإدارة هنا داخل المستشفى وخروج الفاسدين. طبعا في رأي قانوني شكل من قبل رئيس الشؤون القانونية بخصوص الأخ فهمي رئيس وحدة الفشل الكلوي، ومع ذلك لم يعمل به حتى الآن. الدكتور مختار والدكتورة إيلان، هؤلاء لم يحققوا شيء للمستشفى. اللهم أن المستشفى يسير الآن إلى الوراء بسبب الفساد وإهدار المال العام، فنريد أن المحافظ نحمله كافة المسؤولية بتغيير الإدارة، رئيس القائم رئيس الأعمال القائم بأعمال رئيس الهيئة نريد تغييره. وهذا ونحن ناشد المحافظ نبيل شمسان في أن يولي كل اهتماماته لهيئة المستشفى، لأنه العمود الفقري لمحافظة تعز وخدمة الجرحى والمواطنين. فمستشفى بدون إدارة مثل السوق تقريبا، فلذلك نريد إدارة من داخل المستشفى وتعمل لصالح الهيئة والموظف والمواطن. نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية، وليست الوقفة الأولى، إنما الوقفة الخامسة، نطالب فيها السلطة المحلية ومحافظ محافظة تعز بحل جذري ونهائي لهيئة مستشفى الثورة تعز، حيث والمستشفى مدهور، لا إدارة، فساد مالي إداري. نطالب المحافظ بتعيين أحد أبناء هيئة مستشفى الثورة رئيسا للهيئة، معانا مطلب رأي قانوني بالتغيير مدير إدارة التمريض. هذا الرأي القانوني الدكتورة إيلان لحد الآن ما عملتلناش حل، الدكتورة إيلان لم تعمل حل، وهذا رأي قانوني. نحن في صدد التصعيد، إذا لم تستجيب المحافظة سيكون هناك مسيرة للمحافظة والتخييم أمام المحافظة.